يوم أحد دكاترة. في لفتة إنسانية إيجابية نفذت مؤسسة شبوة لمكافحة السرطان مشروع رحمتك، والمتمثل بإجراء العمليات الجراحية المجانية لمرضى الأورام السرطانية في محافظة شبوة. في مؤسسة شبوة لمكافحة السرطان مشروع رحمتك للعام الثالث على التوالي، وهو مشروع يهدف إلى إجراء العمليات الجراحية لصالح مرضى السرطان، حيث يتم بالتنسيق والتعاون مع المستشفيات وأيضا بالتنسيق مع كوادر مؤهلة لإجراء العمليات التي يستصعب إجراءها. يتم هذا المشروع أو يأتي بالتنسيق بين مؤسسة شبوة لمكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام، وبدعم من مؤسسة النور الخيرية ومبرة السائر الخيرية بالكويت. في هذا العام الثالث على التوالي قمنا مجموعة من العمليات تحت إشراف الدكتور محمد سالم العمري، حيث كانت أغلبها تتركز حول مرضى السرطان الذين لا يستطيعون إجراء العمليات في المحافظات الأخرى أو العمليات في الخارج التي يمكن إجراءها في مستشفيات محافظة شبوة. هذا المشروع يأتي بهدف التخفيف من الأعباء المالية والمتاعب المترتبة عند تسفير المرضى لإجراء العمليات خارج المحافظة. برنامج هذا للسنة الثالثة الحمد لله، برنامج رحمتي ومساعدة مرضى السرطان، وهو استفادة من الأطباء ذوي التخصص لإجراء بعض العمليات الدقيقة ومتابعة مرضى السرطان. هذا السنة تم البرنامج، تم فيه معاينة حوالي 120 مريض من مرضى السرطان بمختلف التخصصات والاختصاصات والأمراض السرطانية المختلفة. كما تم إجراء 9 عمليات جراحية نوعية شملت سرطان الثدي، سرطان الغدة اللمفاوية، بعض سرطانات الجلد مع إعادة الترميم، وسرطان القولون. الإمكانيات متواضعة، ولكن همة الشباب وتعاون السلطة تم تجاوز كثير من العقبات وتوفير كثير من الاحتياجات، وتعاون عدة المؤسسات مثل صندوق رعاية المرضى الكويتي ومؤسسة النور الحضرمية، وإضافة إلى مركز علاج الأورام. تنفيذ مشروع رحمتك لقي استحسانا كبيرا من قبل مرضى السرطان وذويهم، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة شبوة لمكافحة السرطان والداعمين لها على هذه المبادرة الإنسانية التي تلامس معاناتهم. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.